السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد مع الشيخ يونس المغربي. الفيديو اللي جايب لكم اليوم هو جلب الحبيب بدون طلاسيم، وسيعود وهو خاضع ويطلب السماح ولو حصل بينكم فراق لمدة سنوات، ولكن بهذه الوصفة سوف يعود غصبا عنه، سوف يعود خاضع كلب مدلول. يعني سوف، لأن هذه الوصفة أول مرة أقول لكم أن هذه الوصفة مكلفة قليلا ما شيئا ما، ولكن معروف كلما كان الشيء بثمن مرتفع كلما كان مفعوله وقيمته وماركته أحسن، وهكذا هي هذه الوصفة. يعني فهو نوع من البخور شوية غالي، ليس كثيرا ممكن قليلا، وهو السندل، ولكن عندها تأثير ومفعول قوي في جلب الحبيب. يعني هذا الحبيب أو هذا الخطيب أو الزوج أو الطليق الذي تركك سوف يعود غصبا عنه، سوف يعود وهو خاضع ومدلول راكع ويطلب السماح، وسوف يعود وهو نادم عن كل شيء قام به سيء في تجاهك، لأن هذه الوصفة ما هو دورها. إن هذه الوصفة توسوس له في دماغه، تقول له أنك أنت لا تستطيع العيش بدون هذه الإنسانة، أن هذه الإنسانة هي كل شيء في حياتك، أن جميع نساء الكون لا يساوون أي شيء أمامها، أن هذه الإنسانة ضحت معك كثيرا، أن هذه الإنسانة لديها قيمة كبيرة في حياتك، وأن حياتك لن تكون سعيد بدونها. يعني هذه الوصفة توسوس له في دماغه، وسبحان الله كل زبونة قمت لها بهذه الوصفة أو أي إنسان قامت بهذه الوصفة إلا وكان عندها مفعول قوي، وكل الزبونات التي قمت لهم الذين قمت لهم بهذه الوصفة سبحان الله نالوا مرادهم وتحققوا ما طلبوا مني. وأي زبونة أو أي إنسان قامت بهذه الوصفة إلا وعاد حبيب، ولو قمت بها بنفسك سوف يعود حبيبك سبحان الله، عند تأثير قوي في جلب الحبيب، يعود وهو نادم وتوسل له في دماغه، وتقول أنك لا تستطيع العيش بدون هذه الإنسانة، لأن هذه الإنسانة هي كل شيء في حياتك. يعني وصفة معجزة، وصفة معجزة. سوف نحتاج في هذه الوصفة قلنا إلى عود السندل، وعود السندل هو نوع من البخور شوية غالي. مثلا هذه القطعة تساوي 2500 درهم مغربية، بالدرهم الإماراتي تساوي تقريبا 1000 درهم إماراتي، بالريال السعودي تساوي تقريبا 400 ريال سعودي، وبالدولار الأمريكي تساوي 100 دولار أمريكي، وأيضا الأورو تساوي 100 أورو. أنت لن تحتاجين هذه القطعة بالكامل، يعني سوف تحتاجين فقط قطعة صغيرة، قطعة صغيرة مثل هذه، قطعة على هذا الحجم، يعني قطعة صغيرة فقط، تكون أكبر من هذه بقليل، تكون أكبر منها قليل. سوف تحتاجين إلى شمعتين حمراء وشمعة بيضاء. الشمعتين الحمراء ما هو دورهم؟ أن الشمعتين الحمراء تجعل قلبه يحترق، يحترق قلبه ويصبح يعني مثل الدماء، مشتاق لك، أريد التواصل معك، ملهوف للحديث معك، كما هو لون هذه الشمع الحمراء، يعني يصبح قلبه أحمر مجروح تجاهك، ولن يرتاح له البال، ولن يكون سعيد إلا عندما يتواصل معك. ولو حصل بينكم فراق مدة سنين وشهور وأيام وأعوام، وانقطع الود وجفت العلاقة بينكم، إلا أنك عندما القيام بهذه الوصفة سوف يعود وهو خاضع لك مدى حياته، مدى عمره، سوف يعود وهو مدلول لك، وسوف ستتذكرين كلامي عند القيام بهذه الوصفة، لأن هذه الوصفة سبحان الله وصفة معجزة، وبخورها بخور يعني روحاني بامتياز. في هذه الوصفة نحتاج قلنا للشموع، شمعة بيضاء وشمعتين حمراء، ثم عود السندل. لو ذهبت عند العطار قلت له عود السندل سوف يعطيك العود السندل، ثم البابونج هو هذا، البابونج هو هذا، موجود في كل دولة وكل عند أي عطار سوف تلقين عنده العطار. ثم الشب اليمني، هذا هو الشب اليمني، الشب اليمني سوف تضعينه تقريبا مدة ساعة في الزيت، في إناء من الزيت حتى يبل، وتقومين تكسريه حتى يصبح هكذا بودرة، تصبح هذا الشب اليمني بودرة، تأخذين قليل منه. ثم الماء الساخن أول شيء سوف تقومين به هو أنك سوف تأخذين الشمعة البيضاء، هكذا الشمعة البيضاء، وسوف تأخذين أول حرف من اسمه، أنا سوف أكتب بالقلم ورقة والقلم لكي تكون الصورة واضحة، أنت سوف تكتبين على الشموع هكذا، سوف تأخذين مثلا حبيبك اسمه سعيد، على سبيل المثال اسمه سعيد،
اسمه سعيد، سوف تأخذين أول حرف من اسمه وهو حرف السين، ثم تضعين أمامه الأحرف النارية حرف الألف، الأحرف النارية، يعني سوف تعتمدين في هذه الوصفة على الأحرف النارية، وقلبه يحترق كما تحترق هذه الأحرف النارية، يعني سبحان الله وصفة معجزة، والأحرف النارية عندهم تأثير قوي في جلب الحبيب، معروف أن الأحرف النارية عندهم تأثير قوي في جلب الحبيب، يعني قلنا حرف السين هو أول حرف من اسم حبيبك هو حرف السين على سبيل المثال، يعني سوف تأخذين أول حرف من اسمه ثم الأحرف النارية هو الألف ثم الهاء، ثم تكتبين مرة أخرى أول حرف من اسمه هو حرف السين على سبيل المثال، ثم تكتبين حرف الطاء ثم حرف الشين، ثم تعودين المرة الثالثة وتكتبين أول حرف من اسمه وهو حرف السين مثلا، وثم حرف الدال الذال، ثم حرف الفاء، يعني أول حرف من اسمي هو حرف السين، أول حرف من اسم حبيبك، ثم أول حرف من اسم حبيبك، ثم الأحرف النارية، هكذا سوف تكتبين على الشمعة البيضاء، يعني سوف تكتبين أول حرف من اسم حبيبك وهو مثلا على سبيل المثال حرف السين، لو كان حبيبك اسمه على سبيل المثال غالي سوف تأخذين حرف الغاء، ولكن أنا أعتمد على حرف على اسم سعيد. على سبيل المثال سوف تكتبين حرف السين هكذا سين، ثم تكتبين أمامه ألف ثم هاء، ثم تعودين وتكتبين حرف السين، ثم تكتبين حرف الطاء، ثم تكتبين حرف الشين، ثم تعودين وتكتبين المرة الثالثة حرف أول حرف من اسم حبيبك وهو حرف السين على سبيل المثال، ثم حرف الدال، ثم حرف الفاء، يعني هكذا تكتبين هكذا الأحرف، هكذا الأحرف النارية مختلطة مع أول حرف من اسم حبيبك هكذا، ثم تأخذين الشمعة الحمراء، أول شمعة حمراء، ثم تكتبين عليها ما سوف أملي عليك الآن بالحرف، وكلت خدام الأحرف النارية أن يحرقوا قلب فلان ابن فلانة بالمحبة كما بالمحبة على قلب فلانة بنت فلانة كما تحترق هذه الأحرف النارية، يعني سوف تكتبين وكلت خدام الأحرف النارية أن يحرق قلب فلان ابن فلانة بالمحبة على قلب فلان ابن فلانة بنت فلانة كما تحترق الأحرف النارية، يعني سوف تكتبين أول سوف تكتبين اسمه هو اسم أمي، لو كالعادة لو كنت لا تعلمين ما هو اسم أمي سوف تكتبين فلان ابن أو تكتبين اسمه هو في مكان أو اسم أمي سوف تكتبين حواء، يعني وكلت خدام الأحرف النارية أن يحرق قلب فلان ابن فلانة بالمحبة كما تحترق هذه الأحرف النارية بالمحبة على فلانة بنت فلانة كما تحترق هذه الأحرف النارية، ويعني وكما تحترق هذه الأحرف النارية الأحرف النارية معروفة بالجلب، يعني معروفة بالجلب، الأعمال الروحانية معروفة أن الأحرف النارية هي مخصصة للجلب وعندها تأثير قوي في جلب الحبيب، وسوف تلاحظين هذا الشيء وسوف تتذكرين كلمة عندما يعود حبيبك أو خطيبك أو هذا الإنسان الذي تركك سوف يعود وقلبه محروق ويعني مجروح مثل هذه الشموع الحمراء، قلنا يعني سوف تكتبين في هذه الشمعة الأولى وكلت خدام الأحرف النارية أن يحرق قلب فلان ابن فلانة بالمحبة على فلانة بنت فلانة، يعني تكتبين اسمك واسم أمك كما تحترق هذه الأحرف النارية، ثم تأخذين الشمعة الثانية وتكتبين نفس الشيء وكلت خدام الأحرف النارية أن يحرق قلب فلان ابن فلانة بالمحبة على فلانة بنت فلانة كما تحترق هذه الأحرف النارية، يعني تكتبها هنا أيضا، تكتبين نفس الجملة تكتبها هنا أيضا في الشموع الاثنين الحمراء في اللون الأحمر، ثم تأخذين الشبر اليمني مثلا، تضعين أنت ورقة أو تضعين أو إناء مثل هذا تأخذين أول شمعة وهي الشمعة البيضاء، تأخذين الشب اليمني هكذا ثم تأخذين البابونج قليل من البابونج، ثم تأخذين الماء الساخن وتضعين هذه السمعة تفركين هذه السمعة تفركها جيدا
جيدا بالبابونج والشبل اليمين. ما هو تأثير البابونج؟ البابونج يعني هو مسكن هكذا، إذا يصبح حبيبك يعني يصبح خاضع لك تحت سيطرتك يعني بدون وعي، يصبح يفقد الوعي. معروف أن البابونج هو في الطلاسم يعني يجعل الإنسان فاقد الوعي، خاضع له الإنسان الآخر يعني يصبح خاضع لك تحت سيطرتك، يسمع كلامك تحت خضوعك مدى حياته. يعني تقومين طل هذه الشمعة جيدا بالبابونج وتفركها جيدا تقريبا مدة 5 دقائق، ثم تأخذها وتقومين تضعها تقريبا ساعة أو ساعتين حتى تجوف من الماء الساخن والبابونج والشبل اليمني، ثم حتى تجوف من الماء، ثم تأخذين الشمعة الأولى الحمراء وتشعلين النار فيها، تشعلين النار في الشمعة الحمراء، ثم تحرقين الشمعة هكذا، تحرقها هكذا 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 حتى تكتمل هذه الشمعة الحمراء، ثم تأخذين الشمعة الحمراء الثانية وما تبقى من الشمعة البيضاء تحرقيه هو أيضا. في حالة احترقت الشمعة الحمراء بالاثنين وتبقى قليل من الشمعة الحمراء، سوف تجمعين لا بأس، سوف تجمعين بقايا هذه الشموع بالكامل التي تذوب، وتقومين بأخذ ورقة بيضاء مثل هذه وتجمعين فيها، تقومين بجمع بقايا الشمع الدائب، ثم تقومين بلفها هكذا، يعني الشمع الدائب الشموع يجب أن تذوب بالكامل، ثم يعني ما تبقى منهم تقومين بلفه في ورقة بيضاء وتجمعيها هكذا في ورقة، عندما يكون دائب يكون هكذا تجمعي ورقة بيضاء هكذا، وتقومين برميه في مكان نظيف، يعني في حديقة، في غابة، في جنينة، يعني في مكان نظيف، أو تقومين بحفر حفرة في التربة أو في الرمال وتقومين بدفنه، يعني ما تبقى من الشمع يجب أن يدفن، لا ترميه في مكان نجس. وهذا بالنسبة لهذه الوصفة لا تحتاج للصرف العمار ولا تحتاج للتحسين، يعني قومي بها عادي، ويجب أن تكون على طهارة فقط، ولا يكون على الأقل جبينك أو جسدك، أو تكون نظيفة وعلى طهارة. أحسن أيام القيام بهذه الوصفة وهو يوم الخميس هو أحسن أيام القيام بهذه الوصفة. تحياتي لكم من الشيخ المغربي، إلى فيديو قادم إن شاء الله. كالعادة من يريد التواصل معي أو يريد عمل خاص يتواصل معي على رقم واتسابي سأتركه في صندوق الوصف. تحياتي لكم، إلى فيديو قادم إن شاء الله، إلى اللقاء.